وحمادة هلال هيكون معانا البطل في أول خبر. طرح على يوتيوب أغنية جديدة بعنوان اللي مالوش ضهر، دي من مسلسله الرمضاني قانون عمر، واللي هيتعرض حصريا على شاشتنا MBC مصر. أغنية من كلمات أحمد علي موسى ومن ألحان محمد عبد المنعم، وهي من توزيع طارق توكل. قانون عمر تأليف فداء الشندويلي ومن إخراج أحمد شفيق، وبيشارك في البطولة محسن منصور وفتوح أحمد وإيهاب فهمي وفاطمة ناصر ومصطفى أبو سريع وآخرين. وبيعد المسلسل هو التعاون الثاني ما بين المنتج صادق صباح وحمادة هلال بعد ما قدموا مع بعض طاقة القدر اللي عرض في رمضان اللي فات.